السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأبناء الوطن العربي الجميل في أول برنامج لذيذ للنستد لوبس اللي هنستخدمها زي ما قلنا في ورقة الشرح السابقة في طباعة أشكال، يعني في الغالب بيطبع بيها مثلا مثلث، نجوم، أو أي يعني حرف آخر، سواء معدول كده ولا مقلوب ولا كان كده ولا دايموند، يعني مجموعة أشكال أو بالأرقام. هنشوف مجموعة برامج على استخدام النستد لوبس باللعب بشوية أشكال، مستطيل مفرغ أو ناقص ضلع، مثلا ضلع فوق أو اليمين. هنشوف مجموعة تمارين. البرنامج اللي بين إيدينا بيقول write a program that reads two positive integers، زي كده، واحد اسمه روز واحد اسمه كولومز، يعني عدد الصفوف وعدد الأعمدة. and print a rectangle of asterisks as shown. واضح هنا ان عدد الصفوف 3 اهو، وعدد الأعمدة نجومها عدد متساوي. بعد كده هنشوف عدد غير متساوي، مثلث زي ما قلنا يبقى 1 2، وهكذا عدد الأعمدة. طيب الحركات الأولانية موجودة، هنعرف الروز، هو غششني أسماء الفاريبلز، وطبعا هنعمل لوب لعدد الصفوف ولوب للأعمدة، ففي اي وجي، ونطلب من اليوزر مستخدم البرنامج لو سمحت يا يوزر انتر تو بوزيتيف انتجرز ونقطتين، فهو هيشوف الرسالة فيحط لنا رقمين، طبعا مش لازم 3 و5، 7 و8، 3 و9، 4 و6، أي حاجة. هنعمل لوب الخارجية بعدد الصفوف، يعني أقول 4 اي بتساوي 1، دايما كده اي أصغر من أو يساوي عدد الصفوف واي بلس بلس. في الغالب اللوب دي مفيهاش خلاف، وكل ما اطبع سطر هنزل اند لاين، ادي الريتيرن 0. تعال نشوف انا بقول ايه. اللوب الاوتر لوب دي بتعمل ايه؟ دي هتكون مسؤولة على تشغيل اللوب اللي هنا عدد مرات روز، وبعد ما تخلص الشغل اللي هنا تنزل سطر. يبقى ده سطر جديد لكل inner loop، أو بعد أحسن، بعد كل inner loop، يعني كل لما اللوب الداخلية دي تخلص مثلا شغلها أنزل صف جديد، سواء بقى شغلها ده نجوم أرقام نجمة ولا كتير نجمتين بغض النظر، تخلص طباعتها وبعدين نزلنا سطر جديد وهكذا. يبقى دي بس شغلتها ان هي زي ما تقول ايه، كرباج كده، كل ما اللوب الداخلي تخلص شغلها تنزلها سطر تبدأ من جديد. طب الحتة اللي هنا، والله اشو ابص لصف واحد بس، يعني اللوب دي مسؤولة عن طباعة محتويات صف واحد. الصف الواحد هنا فيه عدد نجوم متساوي، فسهلة 4G بتساوي 1، جي أقل من أو يساوي عدد الكولومز، جي بلس بلس هنطبع نجمة. ممكن تعمل سنجل كود أو دبل كود مفيش مشكلة، طالما حرف واحد يمشي الاتنين. يبقى هيعمل ايه؟ هيشتغل مثلا هنا 5، يبقى 5 نجوم. بعد ما يخلص يروح اي بلس بلس ينزل فيطبع 5 نجوم، بعدين تبقى 3 فينزل فيطبع 5 نجوم، 4 ما يشتغلش. تعال نشوف مجموعة أشكال أخرى يعني أصعب شوية، ده مقدمة لفهم الموضوع.